يا مساء الجمال على كل المشاهدين ومتابعين قناة الصحة والجمال في كل مكان، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم سارة شو. حلقة النهاردة بقى هنتكلم فيها عن موضوع جديد شوية، عن السعادة. لما بنقول السعادة احنا بنتخيل ايه؟ في ناس تفتكر ان السعادة دي تكمن في وجود شخص مهم جنبه، هو ده اللي هيديله السعادة. وفي ناس بتقول ان انا لو حققت هدف معين هي دي السعادة بالنسبة لي. لكن جربت في مرة تسأل نفسك، هو انا ازاي هكون سعيد؟ ازاي محتاجش لحد، سواء هدف سواء شخص، عشان اكون سعيد؟ ازاي بقى تكون شخص سعيد في حياتك؟ اول حاجة عشان تكون شخص سعيد لازم تحب نفسك. حبك لنفسك وتقديرك لذاتك هو ده الحاجة الوحيدة اللي هتخليك شخص سعيد. ساعتها مش هتحتاج ان السعادة دي تقدم لك من حد. الشخص، في ناس كتير قوي بنشوفهم يعني في حياتنا بيقدموا السعادة للي حواليهم، للأسف لو بصينا لحياتهم هنلاقي ان هما مش سعداء في حياتهم. هما بيسعدوا امتى؟ لما يشوفوا حد تاني سعيد. انا مثلا خرجت حد، خدته فسحته في مكان، انا شفته سعيد، انا اتبسطت. بس مش دي برضو السعادة. السعادة ناقصة حاجة، ناقصة حبك لنفسك. وتاني حاجة انك تتعرف على نفسك، اتعرف ايه الحاجة اللي انت نفسك فيها. اتعرف على نفسك، انا بحب الوان ايه، بحب اكلات ايه. والله ساعات بسال ناس كتير قوي واستغرب من اجاباتهم. لما اسالهم واقول لهم مثلا انت لونك المفضل ايه، لا ما اعرفش اي حاجه. اجابه اي حاجه دي معنى كده ان انت شخص تايه عن نفسك، ما تعرفش اي حاجه عن نفسك. تالت حاجه علشان تكون شخص سعيد، ما تحتاجش برضو ان السعاده دي حد تاني يقدمها لك، لازم تتقبل وجود الحزن في حياتك وتتعلم ازاي تتعامل مع الحزن ده. فكرة ان الحزن موجود، موجود في كل حياة الاشخاص كلهم، موجود حزن، موجود صعوبات بتقابل الناس كلها. فعشان كده انت لازم يبقى عندك فكرة التقبل. ساعات عدم تقبلك للحزن هو اللي بيزيده في حياتك، وبكده انت عمرك ما هتكون شخص سعيد. رابع حاجة علشان تكون شخص سعيد، لازم يبقى عندك اكتفاء بذاتك. اكتفاء بذاتك ازاي؟ انا هقدم يعني السعادة دي لنفسي، انا بحب حاجة معينة فانا هروح اعملها، عايز اخرج واتفسح، ساعتها مش هستنى حد ياخدني من ايديا مثلا يوديني مكان، لا انا سبيل سعادة نفسي، فانا هسعد نفسي بالحاجات البسيطة اللي ممكن تقابلني، ساعتها مش هفكر ان انا استناها من حد. برضو في حاجة تانية مهمة جدا، ان انت تسمع صوتك اللي جواك. جوانا صوت كده دايما يقول لنا ايه، لا انت قوي، وفي صوت تاني يقول لك لا انت ضعيف. اسمع دايما الصوت اللي بيشجعك، اللي بيقول لك ان انت قوي، ان انت هتعتمد على نفسك، وان انت هتكمل في خطوه هتكون سبيل في ان هي تكون انت شخص سعيد في حياتك. في حاجه مهمه جدا، افتكر دايما ان السعاده اختيار. بمعنى انا ممكن امر بموقف سيء جدا، وممكن افضل بقى ماسكه الموقف ده في حياتي واللي هو دايما في بالي، وللاسف مش هقدر اكون شخص سعيد. فعشان كده انت لازم تكون مخير ما بين ان انت تكون شخص متشائم، وما بين ان انت تكون شخص حاسس ان انت لا تمام انا متفائل جدا، انا عندي ايجابيه، انا شايف الامور بشكل ايجابي، شايف مستقبل مشرق ليا، وبكده انا هقدر اقدم السعادة دي لنفسي. النهاردة طبعا معانا مواهب كتيرة وجميلة جدا. طبعا حبينا نبدأ الحلقة بموهبة مريحة نفسيا وصوت نقي، حبينا نبدأ بيه الحلقة. اهلا بيك معانا يا احمد. وسام. طبعا طبعا الشكل باين ان هو مقرئ قرآن كريم. ما شاء الله عليك. مع ان سنك صغير. أنا طبعا سني 18 عندك سنة. عندك كام سنة؟ 18 سنة. 18 سنة ما شاء الله. بدأت قد إيه إن أنت تقرأ في القرآن وكده؟ وأنا في خمسة ابتدائي. خمسة ابتدائي؟ آه. معنى كده إن أنت دراستك أزهر؟ لا أنا والله مش أزهري. مش أنا أزهري؟ أنا تربية تعليم. ما شاء الله. طب ده حاجة كويسة جدا إن الشخص يكون مش بيدرس الحاجة دي، أو إن هو ما درسهاش أصلا، مش مجبر عليها بمعنى أصح، ومع ذلك بيمارس الموهبة إن هو يقرأ قرآن. طيب عايز هتسمعنا ايه بقى؟ ان شاء الله شويه من سوره ياسين كده. ايوه سوره ياسين. حبيبه الملايين دي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم.
إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم، وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، أفلم تكونوا تعقلون، هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله، الله أكبر. بجد أنا مبسوطة جدا، مبسوطة إن في سنك حد مهتم بحاجة زي كده، برغم إن هي مش دراسة يعني. أنا دراسة حابب الموضوع. أيوة. طب اتعلمت فين؟ والله مع نفسي. مع نفسك؟ كان بس كان عندي واحد صاحبي كده صديقي اسمه الشيخ ياسين، كان يعني هو شيخ برضه من سني كده، عنده 20 سنة. أيوة. بس بسم الله ما شاء الله يعني، ربنا يبارك فيه وربنا يعني يفتح له الابواب المغلقه ما شاء الله. يعني هو كان داعم نفسي قوي دي. كان هو اللي بيدعمني، هو وواحد كمان. ايوه. اسمه احمد عبد الله. يعني بسم الله ما شاء الله يعني، كانوا هم عاجبهم صوتي. ايوه طبعا. قالوا لي، كنت انا بدندن كده مع نفسي وانا قاعد معاهم كده، اكتشفوا الموهبه من اولها. كنت قاعد، فقالوا لي يا ابني ما تخش واجمد كده. كنت انا ببقى متوتر الاول. أيوة. دلوقتي بقيت عادي. دلوقتي بقيت عادي. طيب عايزين بقى نسمع اذان بصوتك الجميل ده. حاضر. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح،
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. تحياتي ليك بجد والله، تحياتي ليك. طبعا ممكن يكون الصوت مش واضح قوي طالما التلفزيون وكده، بس في الاستوديو ما شاء الله صوت جميل جدا. طيب قولي بقى، مين اللي كان دعم نفسي قوي ليك في البيت؟ والدي ووالدتي وجدي وجدتي يعني البيت كله كانوا فرحانين ان انا في المجال ده. طيب انت عندك مواهب تانية غير القراءه؟ بقلد شيوخ. ما شاء الله، تقليد. يعني احنا كده في خطر ولا ايه؟ لا. طيب هتقلد لنا مين بقى دلوقتي؟ المايكلي. تمام، ان شاء الله هبدا الفتحه ان شاء الله بالمايكلي. تمام نشوف كده. استووا وتراسوا، الله أكبر الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. جميل جدا. طب مين مثلك الأعلى من الشيوخ؟ الشيخ عبد الحميد والشيخ أحمد الطيب، وانا بحب اجلد الشيخ ناصر القطامي في القراءة. طيب انت ممكن تقلد لنا حاجة ليه دلوقتي؟ قلد لكم. طيب الفاتحة برضو ان شاء الله. تمام. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ما شاء الله، لا هو اختلاف في الصوت كبير جدا. كويس ان انت عرفت توصل للنبرة اللي هي تقلد نفس الصوت بالظبط، ما شاء الله. في حد تاني حابب تقلده؟ الشيخ ياسر الدوسري. حاجة مختلفة؟ الفاتحة برضه بس شيخ يعني. طيب ماشي. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حقيقة أنا بشكرك جدا جدا على وجودك النهاردة، والله أنا انبسطت جدا بصوتك ونبرة الصوت الجميلة دي. اكيد طبعا انت اكتشاف عظيم. انت من محافظه ايه؟ غربيه. احسن ناس والله. نورت الدنيا، نورتني وشرفتني، وان شاء الله اتمنى اشوفك تاني، وان شاء الله توصل وتحقق كل الانجازات اللي نفسك فيها ان شاء الله. مشاهدينا الاعزاء، طبعا احنا هنروح لفاصل صغير جدا وهنرجع لكم عشان معانا مفاجاه صغيره. ورجعنا لكم تاني مشاهدينا الاعزاء، وانت دلوقتي بتشوف برنامج سرشو مع ساره مجدي. طبعا قبل الفاصل كان معانا موهبه جميله، ودلوقتي برضو معانا مواهب تانية جميله جدا. المواهب طبعا متعدده، قراءه قران، تمثيل، غناء، لكن برضو في موهبه غريبه جدا قابلتني في الطريق هنتكلم عنها بعد ما نسمع اسلام. اهلا بيك يا اسلام. اهلا بيك يا فندم. عندك كام سنه؟ 17 سنه. 17 سنه بتغني بقالك كام سنه؟ يعني الحقيقه من زمان يعني، بس ما اكتشفتش الحاجه ديت الا من صحابي، يعني هم اللي
قالوا لي يعني امشي في يعني الموضوع انت ده صوتك وكده. حلو وكمل بقى وكده. صحابي هم اللي بيشجعوني وبيقولوا لي يعني، ايوه بس يوم ما كانش حلمي يعني، هم تمام اصحابي اللي شجعوني وقال ان انا امشي في الموضوع ده. تمام هتسمعنا ايه بقى؟ هسمعك انا مش مرتاح. طب ليه مش مرتاح بس؟ عشان كل مشاعر احسس مليانة جراح. تمام اتفضل. بينقص من اللي خاين واللي بايع واللي ناقص، بينقص من اللي غيرني ودمرني وخلى عمري يائس. كفاية اتهريت انا من اللي بيداروا النوايا، ناسها جحدة وغلاوية كتير عليها تكون معايا. خسارة اللي منك لما يسقيك المرارة، خسارة لما بعد الشر يبقى البعد مكسب مش خسارة. أنا مش مرتاح، أنا كل مشاعري وأحاسيسي مليان جراح، مجروح من كل الناس جدا ومفيش أفراح، وهي كل الناس جت على وجعي والعشا ما هو راح. أنا وحدي هعيش وهقوي القلب اللي اتقسى علشان منسيش ناس نكرة وملاش بقى عزا وما تلزمنيش. ضمايرها النايمة في أجازة أرخص من الخيش. أنا مش مبسوط، إحساس من ودني مخليني كده مش مظبوط، دايما متضايق من نفسي ومن ناس مخدود. ده طبيعي ولا أنا كده شكلي قربت أموت؟ مش عارف ليه، يمكن علشان اللي أنا منه أنا هنت عليه. ده قسم لي داري وإنساني ما صعبش عليه. جميل ما شاء الله. أنت حزين؟ أوي. ممكن أقول حاجة كمان؟ التأثير في ال مش ما أنا هجيلك تاني. ماشي. هجيلك تاني. طبعا أنا برحب جدا بالضيفة اللي معانا والموهبة الغريبة جدا واللي مش بتقابلنا كتير، موهبة التحليل الشخصي أو التحليل النفسي لأي حد ممكن تقابله. إيه الموهبة الغريبة دي؟ اهلا بيكي يا هايدي. اهلا بيكي. عامله ايه؟ تمام الحمد لله. نورتي الدنيا. بنورك والله. ايه بقى موهبه التحليل النفسي دي والتحليل الشخصي؟ مين دي؟ تشوفي اي حد تشخصيه؟ كلمينا عنها. والله بصي، هو انا كنت بعمل كده مع صحابي واحنا في ثانوي وكانوا بيجيبوا لي صحابهم. ايوه. بس انا كنت واخده الموضوع على اساس ان هو لعبه، وكنت بقول يعني صفه واحده في كل واحده يعني بنلعب عادي. بس جت بعد كده اتشغلت في الثانويه لحد ما تعرفت على واحده صاحبتي عزيزه عليا قوي جدا يعني، هي اللي اكتشفتني فقالت لي، بعتت لي صوره حد كان متقدم لها وقالت لي شوفيهولي. فقلت لها ثواني كده، يعني احنا دلوقتي يا جماعه لو واحده عندها عريس عايزه تعرف شخصيته نقدر نكلم هايدي هتحلل الشخصيه كلها. فقلت لها ايوه، اما تطلب مني يعني حلو كويس. قالت لي لا، حسي كده وما تقلقيش، انا عارفه ان انت فيكي حاجه وكده. ايوه. فانا ما فهمتش، فقلت لها الموضوع على اساس يعني انا مش حاطه في دماغي، بس قلت لها عشان اريحها ده طيب وكويس وكذا وكذا، حاجات معلومات كتير قوي. فلقيتها بتقول لي صح جدا وبرافو انت عرفتي، وزي ما انا قلت لك ما اتصدمتش، انا اللي كنت مصدومه. لما تقالي في البرنامج ان انت هيكون معاكي حد بيحلل الشخصيه، فاول حاجه فكرت فيها ان انا هقابل شخصيه ضخمه. اكيد يعني. يعني قلت بقى ده هيكون شخصيه خبره ان هو بيحلل الناس، فكده انا هقابل حد كبير مش صغنطط كده. انت عندك كام سنه؟ 22. 22 وبتحلل الشخصيات؟ ما شاء الله ما شاء الله. دراستك طبعا اكيد ليها علاقه بالمجال ولا لا خالص؟ يعني هي دي موهبه مش اكتر. بقالها كام سنه الموهبه؟ والله زي ما قلت لك من زمان، بس كنت واخده الموضوع لعبه، بس بدات الموضوع جد بقى واكتشفته من ساعه صاحبتي وحللته كده. يعني بقى لي حوالي سنه ونص، من شهر 6 2021. ياه. وبقيتي نمبر 1 كده فيها؟ والله يعني عادي مش معروفه للدرجه يعني. أيوه.
ده حل للصحاب. طب جربتي تشتغلي مثلا في مراكز او حاجه زي كده؟ لا بصراحه انا دلوقتي بدرس فمش بفكر ان انا اشتغل. طب نوصلك ازاي بقى؟ عندي الجروب بتاعي. شخصنا المذيع اللي هنا حزين. هو ايه الاصل؟ ايوه حتى انا خدت بالي برضو من الاغاني الحزينه وجودها وكده تحس ان الشخص ده لا حزين حزين جدا. هتسمعنا ايه تاني بقى يا اسلام؟ انت المقصود وكلامي موجه علشانك ومقاسه مظبوط طول ما انا موجود يلا قدامك هتفضل مربوط ده انا لما بجيلك في منامك بتقوم مخدود كلها ابطال انا سامع هريو بس ومش شايف افعال جربتك واحد واحد على كشف الاعطال ولقيت كلها البايظ ولا واحد شغال انا نفسي طويل طول عمري اساسي وطول عمرك عديك كبديل عمال بتقول انك مجدع ما تجيبلي دليل صدقني يا ابن انا مش شايفك عشان انت عويل علشان خاطري يا نفسي تاني ما تعيطيش جوايا مليون حاجه وجعاني وما تضحكيش انا قلبي ده بشبع انا عذاب ولا عارف اعيش وابقي وعديني نموت ياما ما تزعليش كل اللي كان حواليا منهم انا اتأذيت وشبعت بجد من الخيانة واتهريت وده الحال تبكي الجبال انا لو حكيت ان الوجع عايش معايا احساس مميت. شكرا جدا يا اسلام. كان مين الدعم النفسي ليك في البيت؟ لا هو الحقيقة يعني انا في مشاكل بيني وبين ابويا شوية. تمام بس كويس ان الاصدقاء بيقدروا ان هم يدعموك نفسيا وانك توصل وتغني. هم بصراحه يعني اصدقائي هم اللي خلوني اوصل لهنا. انبسطت جدا ان انت موجود معانا النهارده. بس كمان انا يعني كمان مطبق وصوتي مش كويس يعني. لا لا ما شاء الله. كويس كويس ادائك كويس. طبعا مين الدعم النفسي بقى للتحليل الشخصي ده؟ يا ده صحابي وماما و الناس القريبه مني. هو بمثل بتمثلي مثلي يعني عايزه احرجك واقول لك مثلنا دور لان انا عايزه استضيفك تاني وحابه ان انت تكوني معانا تاني هنحلل شخصيات. مفيش مشكله. حابه استضيفك تاني وتمثلي معانا هنا. وطبعا انا انبسطت جدا جدا بوجودك النهارده معايا في البرنامج. انا اكتر. وعايزاكي برضو تحللي لي شخصيتي بعد ما نخلص. بلاش هنا عشان ما نتفضحش. طبعا انا انبسطت جدا بوجود اسلام ووجود هايدي معايا النهارده والمواهب اللي كانت موجوده معانا. شجعوا اولادكم ان هم يعني يمارسوا الموهبه وعلى قد ما يقدروا ان هم ينجحوا في حياتهم لان الموهبه ما تستهونش بيها خالص. ممكن تكون حاجه بسيطه يعني موهبه التحليل النفسي دي غريبه جدا فدي ممكن تكون موجوده في اطفال صغيرين. لو انت يعني شجعت الطفل ان هو عادي يبقى حاجه كويسه فيه جدا ان هو يظهر لنا. بشكركم جدا. بتمنى طبعا الحلقه الجميله تكون عجبتكم. هستنى منكم الرسائل. لو حد حابب يطلع معانا على البرنامج طبعا تنوروا الدنيا. شكرا لفريق البرنامج اللي ورا الكاميرا الناس اللي بتتعب. شكرا ليكم. انتظرونا في الحلقه القادمه من برنامج ساره شو. كنتم مع ساره مجدي.